الابتلاء يا سادة سنة، ناموس رباني. الابتلاء ناموس رباني، يعني قانون من القوانين التي بني عليها هذا الكون. كلنا يدعي المثالية والنموذجية، لكن هل المثالية والنموذجية محض ادعاء زعم أم لها جوهر وحقيقة؟ المثالية، المثالية أن تكون على أرقى ما يكون، إيماناً أو تعلماً أو أخلاقاً أو فكراً أو مهارة أو إلى آخره، هذه هي المثالية أو النموذجية. دعونا إلى مثالية الإيمان. كل الناس يدعون أنهم مؤمنون ويتمظهرون أمام إخوانهم من البشر بالإيمان، لكن الله عز وجل علام الغيوب العلم الأزلي القديم الذي يعلم منك ما لا تعلمه أنت عن نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم، شوف التعبير ده، التعبير ده عاوز خطبة، ما توسوس به نفسه. ما قالش ما في نفسه، هنا في حد تانية بيقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. السياق هناك عاوز كده، السياق هنا عاوز ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلمك ويعلم درجة إيمانك علما أزليا لا أول له، أزلي قديم جدا ملوش أول. لكن ما دام الله عز وجل يعلمني علما أزليا، فلماذا الابتلاء ولماذا الاختبار ولماذا الامتحان؟ ليكشف الله حقيقتي لي، لنفسي، حتى أشهد على نفسي هل هو كما أعلن أم هو، أم إعلاني مجرد ادعاء، وليشهد علي غيري من بني الإنسان.